جميع السادة الضيوف الأعزاء في دار أخبار اليوم، أحد أهم إطلاع الصحافة العربية والعالمية. هنتكلم ونفخر دايما إحنا في أخبار اليوم إن إحنا مدرسة التجديد والإحضار الصحفي. أول ما طلعت أخبار اليوم من الوقت العلاقين مصطفى وعلاء أمين وكبار رموز الصحافة المصرية بدأوا وانطلقوا من دار أخبار اليوم. يمكن كثير من ضيوفنا وبعض الزملاء الحديث عهد بالصحافه ما يعرفوش ان مؤسسه اخبار اليوم كان ليها دور في تجديد الصحافه العربيه بشكل كبير جدا. كانت الصحافه زمان قبل ما تطلع اخبار اليوم والاخبار الصفحه الاولى الصفحات كلها موضوع او موضوعين. طلع العلاقين سابوا بصمه ستظل خالده في الصحافه العربيه والعالميه مصطفى وعلي امين وطلعوا بصحافه الخبر. دي اعتبرها البعض مغامرة ولن يكتب لها النجاح. بعد كم سنة صارت كل الصحف المصرية والعربية وراء ما فعلوا مصطفى وعلي أمين. الحاجة الثانية كانت الصحافة بتكتب بأسلوب أدبي وصحافة سياسية بحتة. برضو كان يحسب لأخبار اليوم إنها تقرب من الشارع، تقرب من الإنسان المصري، تبقى صحافة الشعب وتتكتب بأسلوب إنساني، برضو تسير خلفها الصحافة العربية والمصرية. ويمكن جريدة الأخبار اللي احنا بنفخر دايما إن احنا من أبناء الأخبار، كل ما استقبل اليوم صار رئيس هنا الأخبار، كان أول إصدار صحفي في الوطن العربي يصغر الحجم بتاعه، برضو ده اتحسب وقتها إنها مغامرة صحفية، والمغامرة دي صارت وراها كل الصحافة المصرية والعربية. احنا النهاردة بصدد بصمة جديدة في الصحافة. يمكن البعض بيتكلم ويتحدث وخلقوا حرب بلا معنى فارغه من اي مضمون بين الصحافه الورقيه والالكترونيه. للاسف الحرب دي شفناها بين الاصدارات الالكترونيه والورقيه داخل المؤسسه الواحده. احنا هنا في اخبار اليوم يمكن حضراتكم موجودين عشان تشهدوا على اطلاق مبادره للتكامل والتعاون ما بين الصحافه الورقيه وما بين الصحافه الالكترونيه. احنا بنقول ان احنا مؤسسه واحده، لينا موقع بوابة أخبار اليوم، لينا إصدار رئيسي الأخبار، لينا إصدارات أسبوعية ومجلات هي الأهم في مصر وفي الوطن العربي. إحنا بنطلق هذا التكامل بصالة التحرير المدمجة. إحنا صالة التحرير المدمجة زي ما قال الأستاذ ياسر رزق، هي مش مجرد أجهزة ولا مجرد إن إحنا بنجرب الناس، إحنا بنطلق واقع صحفي جديد في الصحافة المصرية. واعتقد ان شاء الله باذن الله زي ما اشرت لحضراتكم قبل كده ان كل المؤسسات الصحفيه ان شاء الله هتفعل ما فعلناه ونحن في اخبار اليوم. انا يمكن بقول لكم على دليل على التكامل ما بين مؤسسات الصلاه المؤسسه الالكترونيه والورقيه وجميع الاصدارات. انا من كام يوم فوجئت بطلب من الاستاذ خالد بيه ورئيس تحرير الاخبار بيطلب مني ان انا اتولى الاشراف على اطلاق جريده الاخبار الاصدار الرئيسي الام لمؤسسه اخبار اليوم من صاله التحرير الجديده. طبعا ما كانش ينفع ان انا ارفض او اتردد في التفكير بالقبول. انا ابن الاخبار، كلنا بنشرف ان احنا ابناء جريده الاخبار وابناء مؤسسه اخبار اليوم. وكان في اجتماع مع الشركه اللي عملت الاجهزه واصدقت هذا السيستم من كام يوم، اتفقنا معاهم على سيستم تدريب للزملاء في الاخبار. هتلاقوا بعد كده الاتصاله الجديده. طبعا بنشكر وزاره الاتصالات اللي هي شكر خاص لوزاره الاتصالات ومعالي الوزير ياسر القاضي اللي هو الرفيق ليا في الحج من سنه ومن السنين، فطبعا يعني دي بركه الحج علينا. ومعالي الوزير طبعا احنا بنطلب كمان استمرار الدعم، لان احنا زي ما اشرت الاستاذ ياسر احنا بنعمل الدور الخامس لبوابه اخبار اليوم اللي هي الحمد لله بفضل الله. احنا يمكن لما توليت المسؤوليه مش عايز اطول على حضراتكم، بس انا قلت للزملاء في البوابه انتوا بتحملوا اسم عريق، اسم اخبار اليوم عملاق، فلازم يبقى على قدر هذا الاسم. احنا مع الوزير بصدد ان احنا نطلق بوابه او نجهز صاله جديده لبوابه اخبار اليوم. وطبعا الاستاذ كرم جبر وعدنا وان شاء الله مع حضرتك نوفي بالوعد ان يبقى في دعم من وزاره الاتصالات للصاله الجديده. طبعا احنا الاتصال هنا هتشهد تواجد طبعا رئيسي لجريده الاخبار باعتبارها الاصدار اليومي الرئيسي. الوكالات موجوده هنا، التنفيذ والزملاء في الاخبار هيبقى موجود على صاله التحرير اللي ورا حضراتكم، مدير تحرير المطلع الجولان، الساده الزملاء في صاله التحرير، مندوب لكل قسم في اقسام الجريده. ده بس عرض سريع لما سيتم ان شاء الله بعد التدشين النهائي واطلاق العمل من الصاله. هيبقى موجود ممثل كذا ممثل للبوابه كاصدار الكتروني للمالتي ميديا،
للرسائل الاس ام اس اللي هي مش بتمثل البوابه دي، بتمثل بتبعت باسم اخبار اليوم، هيبقى موجود ممثل لجريده الاخبار المسائي، وطبعا جريده اخبار اليوم الاصدار الاسبوعي الاكثر توزيعا في مصر والعالم العربي، زي الحمد لله كل اصداراتنا زي الاخبار ما هي اكثر اصدار يوميا توزيعا. فكل ده هيبقى موجودين في الصاله، موجودين بحيث ان انا دلوقتي جالي الخبر لاساسا لجريده الاخبار مدير التحرير اللي موجود بيرى ان الخبر ده يطلع منه مقتطف او خبر عاجل كخبر على الموقع الالكتروني، يبلغ الزميل اللي موجود بالموقع، الزميل اللي موجود بالموقع مع مدير تحرير الاخبار ببلغ الزميل اللي عنده الرسائل، قد يتبع للزميل في الموقع او في مدير تحرير الاخبار الموضوع ده يستحق ان هو يتعمل موضوع فيديو او موضوع محتاج مالتي ميديا ينزل، وقد يتراءى لي بالعرض على الزميل في اخبار الحوادث او اخبار الرياضه، اخبار النجوم، اخر ساعه، انه تعمل تحقيق او تقرير ايا كان من شكل. احنا بنتكامل مع بعض، مفيش منافسه بين الاصدارات، احنا في تكامل بيننا جميعا. ده بيتعرض وبيتم كله في صاله التحرير اللي هي صاله التحرير المدمجه، وان كانت هي جريده الاخبار بشكل اساسي، انما هي صاله تحرير لاصدارات اخبار اليوم. هيتم زي ما قلت لحضراتكم التتبع للخبر والتقرير ولكل شيء بكل الاشكال، سواء مطبوع او الكتروني او مصور بكافه اشكال الصور. احنا طبعا مش عايز اطول حضرتك اكتر من كده، وهتسمعوا بعض الشرح السريع لآليه العمل اللي احنا اتكلمنا عنها كعناوين رئيسيه. مره ثانيه انا بشكر الساده الضيوف، بشكر سياده اللواء محمد امين. طبعا انا بقولها على طول وبقرر ان القوات المسلحه لها شكر خاص وليها يعني كالعاده ليها تنفع نحن جميعا، ويمكن انا في بقولها دايما بالدين ليهم بالفضل. فتره من الفترات كانت البوابه معرضه للاختراق من اي حته، ومره تقع ومره تقعد اسبوع اسبوعين ما يتمش اصدارها، بفضل ربنا وقواتنا المسلحه الباسله العريقه قاموا بتامين البوابه. واعتقد يا استاذ ياسر يمكن ان احنا نذكر منذ تامين القوات المسلحه اداره النصب والمعلومات موقع اخبار اليوم الالكتروني، بفضل الله بفضل الله لم يتم اي وقع اختراق ليه. وده احنا طبعا دي من القوات المسلحه من الحاجات الكتير اللي بنتيجي بيها القوات المسلحه. بشكر جميع الساده الضيوف، وان شاء الله باذن الله دايما دايما اخبار اليوم في المقدمه، ودايما اخبار اليوم صحافه. شكرا.